الاستجابة أخلص في صلاتي، أربط وأهتدي. قال الله تعالى: كلا لا تطعه واسجد واقترب. سورة العلق الآية 20. أتأمل أن الإخلاص في الصلاة يقرب العبد من ربه. أقرأ وأتأمل. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. سورة المؤمنون الآيتان 1 و 2. أفلح معناها فاز وربح. خاشعون معناها متوجهون بقلوبهم وجوارحهم إلى الله تعالى. أستخلص. الإخلاص في الصلاة هو توجه القلب إلى الله تعالى بالعبادة. أفهم. أحدد معنى الإخلاص في الصلاة. الإخلاص في الصلاة هو صدق النية وإرادة وجه الله تعالى وتوجيه القلب إليه بالعبادة. أميز بين علامات الإخلاص الظاهرة والباطنة. علامات ظاهرة: عدم الالتفات في الصلاة، عدم الإسراع في الصلاة، التلاوة بتأن. علامات باطنة: السكينة والخشوع في الصلاة، تدبر القرآن، صدور القلب. أرسخ. الإخلاص في الصلاة صدق النية وإرادة وجه الله تعالى. مظاهر الإخلاص في الصلاة. أبحث. مظاهر الإخلاص في الصلاة: عدم الالتفات، السكينة، تدبر القرآن، حضور القلب. أبحث. ما أساس المساواة بين الناس؟ أساس المساواة هو الإسلام. ما معيار التفاضل بين الناس؟ معيار التفاضل هو التقوى. الاستجابة أخلص في صلاتي.